دلوقتي ملحوظة مهمة بالنسبة للمساقط اللي عندي، المسقط الأمامي أو الرأسي هنا هو فوق، وتحتي المسقط الأفقي اللي هو بيبص على الشكل من فوق، والمسقط الجانبي بالشكل ده. بقى أنا دلوقتي لما ببص على الأيتم الشكل بتاعي من وجهته وببص عليه من فوق، يعني الرأسي والأفقي فوق بعض، تمام؟ وبعدين المسقط الجانبي أنا بلف الشكل، يعني عشان أنا طبعا الصورة عندي مقلوبة في الكاميرا، ف يعني بصوا على الكرسي اللي قدامكم باين فين الظهر، يعني ادي الكرسي كان كده، راح لافينه بالجنب بالشكل ده، عشان في بعض الرسومات هتلاقوا ان هو لافف الناحية التانية، يعني مثلا ظهر الكرسي بيكونوا عاملينه ناحية بره، لا هو المفروض يلف بالشكل ده. والكرسي دلوقتي باصص لي، وبعدين اقوم لفه الجلسه بتاعته هي ناحيه بره، يبقى الظهر يفضل ناحيه جوه كاني مثبته الظهر ولفيت الكرسي الناحيه دي، وبعدين ادي كده اهو المسقط الرأسي تاني مثبته الظهر وبصيت على الكرسي من فوق. فهمتوا قصدي؟ انا اتمنى انتوا تكونوا فهمتوا قصدي. فانا بس الشكل اهو ولفيناه كده اهو، يبقى دي الطريقه المظبوطه لرسم المسقط. مثلا لما اجي اعمل اسقاط لاي قطعه اساس او يعني 6 دوران ما تكون للداخل من الخارج. لا، هو بيكون في دايما في الاتجاه ده دايما، أيوة. يعني انا بص على الشكل من وشه، هنا في أيوة. الكتابه مثلا اهي من أيوة. وشه، وبلفه، ما بقومش بلفه، وأصل الكاميرا يعني بتخلي كل حاجه معكوسه تماما، يعني خليكي الاول مع الكرسي، تمام؟ ادي الشكل اهو معاكي، يعني انا ارسم عليه اهو، ادي الكرسي، ادي الظهر اهو، اوكي تمام؟ وبعدين رحنا لفيناه، يعتبر ده اتجاه اليمين بالنسبة لي، تمام؟ فين كده اهو بالشكل ده مثلا اهو يمين، فاهمة؟ فبقى الظهر هنا اهو الناحية دي اوكي كده اهو، ما جيش الفه الناحية التانية، يعني الناحية التانية خالص كده، دي شقلب. لو هنلفه الناحية التانية يبقى نرسم المسقط فين؟ يبقى نرسم المسقط الناحية دي، ده برضو يعني اسمه ايه؟ اختيار من الاختيارات، اوبشن متاح ليكي لو انت هتقلبي الشكل، فبتقلبيه بس تقلبيه الناحية التانية بقى، هترسميه ناحية الشمال أصلا، تمام؟ عشان يبقى التدوير للشكل صحيح، تمام؟ دي أول ملحوظة. يبقى أنا كده الظهر بتاع الشكل، معلش خلص الانوتيشن، الظهر بتاع الشكل اهو هو هنا عندي لجوه جوه الرسمه، يعني لو اعتبرنا ان الجزء ده كده اهو، ده كده يعتبر جوه الرسمه، وده كده يعتبر بره الخارج، يعني نهايه اللوحه او كده، فده اللي عندي في منتصف اللوحه، يبقى ظهر الكرسي في منتصف اللوحه، تمام؟ يبقى عندي في المسقط الجانبي برضو الظهر هو بيكون في منتصف اللوحة، والأرجل أو ما كان الجلوس ناحية الخارج، تمام؟ يبقى أنا لما بدور الشكل بيكون كأنه بيلف حوالين نفس النقطة. طيب تاني حاجة إنه امسح كل ده، إنه في مسافة اللي هي ما بين المسقط ده، مثلا إيه أبرز نقطة هنا في الكرسي ده؟ هي يعني بتكون اسهل طبعا في رسوم رسم الاشكال المستقيمه زي المكتب مثلا او كده، لكن هنا عندي اكتر نقطه بارزه في الكرسي ده هي النقطه دي اللي انا شاورت عليها، واكتر نقطه بارزه في المسقط الجانبي ده هي دي، فانا هاجي بمحاذاه النقطه دي كده اهو، باعتبار ان انا خط عمل نزل من فوق لتحت، فالمسافة هنا من أول السهم ده لآخر السهم ده كده، المسافة دي لازم تكون تساوي المسافة دي اللي هي من خط الأرض هنا لأعلى نقطة، مثلا اعتبر إن خط الأرض هنا أهو لأعلى نقطة أو أول نقطة في رسم المسقط الأفقي، يبقى المسافة ما بين المسقطين اللي جنب بعض تساوي المسافة اللي ما بين المسقطين اللي فوق بعض، يعني المسافة ما بين المسقط الرأسي والجانبي تساوي المسافة ما بين المسقط الرأسي تاني والأفقي، تمام كده؟ أوكي. طيب الحاجة اللي كنا عايزين ناخد بالنا منها بقى في الرسمة،
تمام يا زينب، مثلا أنا جيت وسبت المسافة هنا، فلنفترض مثلا 50 سنتي. المسافة دي أنا بستغلها في إيه؟ بكتب فيها القياسات، مثلا الصورة اللي إحنا كنا بنبص عليها هنا، القياسات أهي الأبعاد مكتوبة في الفراغ اللي هنا ده، اللي ما بين ما بين كل مسقط والتاني. تمام، تمام. بستغل الفراغ ده ان انا اكتب فيه القياسات. انا مش محتاجه ان القياسات تكون هنا وهنا، المفروض ان انا بجمعها في النص، الا لو طبعا يعني خلاص كنت رسمت ومضطره ان انا اكتب حاجه بره، مفيش اي مشكله. لكن المتعارف عليه ان المقاسات بتيجي هنا في الفراغ اللي ما بين المسقطين دول. طيب دي كانت الجزئيه دي. تمام، دلوقتي انا جيت وسبت المسافه دي 50 سنتي ما بين المسقط الرأسي اللي هو الفرونت هنا ده، وهبتدي ارسم الجانبي. عشان ارسم المسقط الجانبي انا كان ارتفاع المكتب بتاعي كان كام؟ 73. تمام، جيت ورسمت خط اهو 73، بس طبعا هو طلعته كله لفوق، فانا هاجي كده اخده وانزله عند الارض وامسح الخط بتاع المسافه ده، ممكن اخليه دايمنشن عشان تبقوا فاكرين، ما تنسوش الفكره دي ان هو هنا انا سايبه 50 سنتي فراغ. تمام، يبقى انا جيت وحطيت ارتفاع المكتب هو من الرسمه دي، انا بس بحطه علشان اعرف انا ببدا رسم منين. بعد كده اي خط انا هاجي اخده، اي خط انا هاجي ارسمه في المسقط ده، انا ممكن اخد له مرجعيه من الرسمه اللي انا اوريدي رسمتها، مرجعيه او ريفرنس، لانه سمك القرصه دي مثلا اللي هي سطح المكتب الخشبه دي، احنا قلنا هنفترض ان هي 5، هي ثابته يعني، هي سمكها هنا في الوش نفس سمكها هنا في الجنب. فانا هاجي واقوم واخده الخط ده كانه خط عمل كده اهو، وصلته لهنا وبعد دوست كليك وان كملت رسم. العرض بتاع المكتب كام؟ اللي هو القياس الجانبي بتاعه 65، رحت جايه كاتبه 65، وبعدين نزلت تاني لخط الارض همسح خط العمل ده. بعدين هاجي ارسم سمك القرصه او السمك اللي هو سطح المكتب، وقفت هنا ده خط عمل، وبعدين ابتديت رسمت ده هنا كمان. تمام كده، يبقى انا كده رسمت الجانب اللي هنا عندي ده. بعدين مثلا عايزه ارسم المسقط الافقي، برضو انا عايزه على مسافه 50 سنتي، فجيت هنا اهو مثلا من هنا وقلت 50 ووقفت عادي. تمام، وهخلي دي برضو قياس كده اهو عشان ابقى فاكرة إن دي المسافة بتاعتي. وبعد كده هبتدي أرسم المسقط الأفقي. طيب انتوا الاتنين رسمتوه عادي بدون أي مشاكل، إن هو كان مستطيل يعني، هو مفيش تفاصيل أكتر من كده. تمام، المستطيل ده طوله 140 برضو، فممكن أقف عادي وأرسم لاين، ممكن أخد اللاين ده كوبي وأنزل عادي جدا بالشكل ده، هي هيها مش هتفرق في حاجة. ممكن اخد الخط ده هنا كده اهو عشان اظبط القياس، وان ارجع ارفعهم الاثنين مع بعض لفوق مش على نفس المحاذاة. تمام كده بقى الخط ده ماشي مع الخط ده بالظبط، وكده كده ده خط عمل فانا همسحه. ده الخط بتاع البعد، هجيبه هنا او ممكن اجيبه في الجنب احسن. تمام، خليه هنا. يبقى انا دلوقتي المسافه ما بين المسقطين، المسقط ده المسقطين اللي جنب بعض ثابته نفسها نفس المسافه اللي ما بين المسقطين دول. دي اول حاجه. تاني حاجه انه الخطوط كلها محاذيه لبعضها. كنت بعمل مشكله لازم ارسم. تمام، تاني حاجه ان الحاجات كلها بمحاذاه بعض. ازاي؟ انه لما باجي انزل الخط ده برضو بيكمل بنفس محاذاتي، الخط اللي فوق ده عرض المكتب هو هو ما اتغيرش. فانا هاجي ارسم هنا 65 مثلا، اوكي 65، لما اجي امسح خط العمل ده طبعا هو ده معناه ان الناحية التانية عندي اصلا 65، هو مستطيل يعني مفيش اي حاجة. هعمل هنا نفس الشيء، عملت ميرور او ممكن نرسم المستطيل نفسه مش فارقة، ممكن تعملوه جوين ممكن لأ، دي حاجة راجعة لكم يعني.
ايه والحد هنا انتوا الاثنين ما كانش مواجهكم اي مشاكل على ما اعتقد، خلينا نتاكد. تمام حلو جدا، ما رسمتش انا الابراج. انا جيت رسمت خط هنا هنا كده من اول الخط ده للخط ده علشان عايزه اعلم بدايه الدرفه او الدرج الكبير ده. دي درفه غالبا، هتكون درفه يعني باب، يعني مش درج لان هي كبيره قوي، مثلا طولها كبير قوي. وهنسيب من تحت مثلا، احنا دلوقتي بنقدر بعينينا طبعا بما ان مش عندنا مقاسات، انا هسيب 10 سنتي. ومن فوق لفتح الدرج ده نسيب قد ايه؟ ممكن نسيب 2 ل3 سنتي مثلا. خدت نفس الخط نسخته هنا وبعد كده رحت محركاه 2 سنتي. بعد كده رحت عملت كوبي تاني ليه، نسخ تاني لنفس الخط، ونزلت تحت قلت مثلا هخلي الدرج ده 15 سنتي. تمام. وبعد كده عشان اعلم مكان فتح الدرفة اللي بعديها كنت سايبين ايه، 2 ولا اكتر؟ دي 2. تمام، وانا سبت دلوقتي 2. دي كده ابسط الخطوط او اول خطوط للشكل بتاعي. طيب ايوه ما شاء الله. طيب نقدر نوضح الموضوع ده، زينب ودريم وزينب كمان موضح الموضوع ده. طيب وانتو دي صورة انتوا الاثنين ما شاء الله وضحتوا الفكرة بتاعة سمك الخشب هنا. هي يمكن عشان بس الرسمة هنا يعني رسمة كمبيوتر مش صورة حقيقية قدامكم، فاتلخبطتوا في حاجة او في نقطة معينة عايزة بس اوريها لكم بالقلم كده. هم دلوقتي ادي المربع ده هنا، هم المربع ده اللي هي الدرفة دي، يعني انتوا رسمتوها بالشكل ده مظبوط. جيتوا اسقطتوها هنا من الناحية التانية مظبوط، حلو جدا. وبعدين اخدتوا بالكم ان هنا في سمك للخشب ظاهر، فرحتوا رسمتوه. لكن اللي عايزه اقوله انه سمك الخشب اللي هنا ده، لو جيت شلت كده اهو، سمك الخشب اللي هنا ده ظاهر من وش المكتب يعني في المسقط الرأسي، لكن ظاهر في الجزئية دي بس هنا كده اهو. هو ظاهر هنا وهنا لكن مش مكمل معايا بطول الدرفة. ليه؟ لأن هو مستخبي ورا الدرفة، واللي احنا شايفينه هنا ده السمك الجانبي بتاع الدرفة اللي بنفتح، يعني ان هي كده ده السمك الجانبي بتاعها، هو ده اللي انا قصدي عليه بتاع الدرفة. فانا عندي الدرفة قافلة كده اهو، ووراها قطعة خشب تانية عاملة كده اهو، يعني هما 2 قصاد بعض. دي سمكها باين من المسقط الرأسي بالشكل ده، ودي سمكها هيبان في الجانبي. تعالوا نشوفها مع بعض في الرسمة. هحتاج اقول ده كده اهو. يبقى انا لما اجي هنا في المسقط الرأسي هعمل اوفست. معظم سمك الخشب اللي هو بيكون جاهز زي الام دي اف مثلا بيكون سمكه 1.8، انتوا تقدروا تعتمدوا السمك ده في الرسم. فده مثلا ده انا هاخده هنا وهاخده برضو الناحية التانية، لكن هبتدي اعمل تريمينج لان هو مش هيكون باين هنا، الدرفة مغطية عليه في الناحيتين، الباب ده مغطي عليه، هيبان هنا في الفراغ اللي عندي ده، وبعدين مش هيبان هنا تاني لان دي خشبة تانية جاية قافلة فوقيه، وبعدين هيرجع يظهر لي تاني هنا فوق. هو هنا يمكن شكله ايه ده غريب، هتستغربوا شكله مثلا، لكن هو في الحقيقة يعني لو شفتوا القطع دي متنفذة قدامكم هتلاقوا ان الموضوع مش مؤذي للعين زي ما انتم متخيلين.
مثلا الصورة اهي. بصوا معايا، ادي ده صنف الخشب اللي انا بتكلم عليه، والدرفه دي الباب ده وغطى عليه يعني قفل فوقيه من هنا كده مثلا، لكن جه ظهر تاني السمك الخشب هنا، بعدين اتغطى، بعدين جه ظهر تاني هنا، لكن عشان كل حاجة بنفس اللون ففي الآخر الموضوع يعني اسمه ايه، اللي هو مش بيبقى مؤذي، مش بيبقى حاجة قبيحة يعني، بالعكس هي حاجة بس عشان الوظيفة، فأنا بضطر إن أنا أستخدم خشب بالشكل ده عشان أقفل البوكس ده بتاع التخزين. لكن كمنظر جمالي هي مش وحشة خالص، لكن بس بتظهر في الرسومات اللي هي التنفيذية أو الرسومات اللي فيها تفاصيل، الرسومات المركزة على تفاصيل قطعة الأساس. طيب الخط ده بتاع قطعة الخشب اللي كنا لسه بنقول عليه ده، هو أصلا مكمل يعني، هو مكمل هنا عندي جوه القطعة بس أنا مش شايفاه، فأنا الخطوط دي أقدر إن أنا أجي أرسمها بشكل اسمه ان انا اخليها دوتد. احنا كنا خدنا قبل كده الخطوط الدوتد او اللي هي المنقطه، انا دلوقتي هغيره، اقدر هعمل لود، هحمل خطوط تانيه واختار اللي هو الدوت اللي هنا دي، او ممكن اختار الداش، الاتنين شغالين مش مشكله خالص، ممكن الدوت متبقاش واضحه على البرنامج ف أربع خطوط، أو ممكن أنقلهم على لاير طبعا حاجة أسهل برضو. الخط ده المسافات بتاعته واسعة قوي، نجيب ده أفضل ندوس أوكي. أغيرهم تاني، وممكن أغير اللاين تايب سكيل، كنا خدنا زمان في أول الكورس خالص، أخليه مثلا نص أو أقل كمان 2 من 10 مثلا كده، بقى شكله متناسق. يبقى أنا كده فهمت إن قطعة الخشب دي مكملة معايا، والظرفة والدرج دول بس مغطين عليها، لكن هي مستكملة ورا. نفس الشيء أنتوا جيتوا رسمتوا هنا برضو قطعة الخشب اللي هنا دي، يا حتى اقصر استنى ساعتين. طبعا احنا ممكن نرجع نرسم على لاير مختلف، انا رسمت على نفس اللاير لكن عادي جدا، لا سلكوا تعملوا على لاير مختلفة، اعملوا على لاير مختلفة. يعني هي مش واضحة قوي حتى هي معمولة ازاي، يعني على ما اعتقد ان هو هيكون في فراغ هنا، باين ان في فراغ، مش مشكلة مش محتاجين نقف عندها كتير. طيب اللي كنت عايزة أقوله إنه السمك قطعة الخشب دي بقى اللي إحنا جينا اللي قلنا القطعة دي، يعني السمك ده في الدرج ده والسمك ده بتاع الدرفة أو الباب ده، نعملهم بقى إزاي؟ ممكن يظهر معايا في الجزء ده، يعني هو عادة المكاتب أو قطع الأساس، يعني القطعة دي لو أنا هي الجودة عالية والتنفيذ بتاعها والتصميم بتاعها مظبوط، فالمفروض إنه الدرج ده والدرفة دي ما يعدوش أو ما يبقوش بارزين عن سطح المكتب ولا الرجل القائم اللي في الجنب اللي هو الناحية دي على الشمال. شوفوا شايفين الأبيض اللي أنا بصور بيه ده ولا إيه؟ ده القائم ده يعني هو ليه عرض معين، المفروض ان الجزء ده ما يبقاش بارز بره المكتب، تمام؟ فده معناه انه لو جيت خدت هنا ريفرنس، خدت بتاع المرجعية بتاعي من هنا وابتدي ارسم، ارجع بقى اللاين تاني كويس، برضو هيكون السمك بتاعهم 1.8 ونازل، هينزل لحد فين، هاخد خط ريفرنس تاني
اهو تمام بالشكل ده، ودول كلهم هيكونوا هنا، بس هيكونوا برضو dotted، هيكونوا بالخط اللي هو مش ظاهر. وممكن ابتدي كمان ان انا ارسم تفاصيل الدرج نفسه، مثلا هل الدرج ده مكمل، طب مكمل العمق قد ايه. طبعا الحاجات دي عشان هي مش ظاهرة عندي في الرسمة دي، فانا يعني يا اما هفترضها يا اما مش لازم اخش في تفاصيلها. لكن لو انا اللي هنفذ مثلا القطعة دي او واخداها رسم، يعني انا برسمها وعايزة مثلا النجار ينفذها لي، هيقول لي انت عايزة عمق الدرج قد ايه، عايزة جانب الدرج نفسه، ارتفاع جانب الدرج قد ايه، عايزاه من فوق لغاية تحت كده خالص، ولا عايزاه يكون قصير. كتير مثلا ممكن نعمله قصير، نعمله النص كده مثلا. لو فتحتوا اي درج في البيت هتتفاجئوا من الموضوع ده، عادة الناس مش بتاخد بالها، لكن هو الادراج كلها الجوانب بتاعتها اقصر من وش الدرج. الجوانب دي بوفر خشب فيها، بوفر خشب